صباح النور، اهلا وسهلا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي. اليوم الجمعه 23 اوت 2024، ان شاء الله جمعه مباركه على الجميع. اليوم اليوم الحصه الاخيره في هذا الاسبوع للكابوتشينو، لكن حاضر الكابوتشينو كالعاده بمواضيعها و الاكتواليتي. جون باش نحكيو اليوم على الاساتذه النواب اللي كنا نحكينا عليه، باش نحكيو على عمال الحظاير. اليوم موضوع ساخن، موضوع حاضر معنا بقوه، بالاضافه الى فقراتنا اللي تعودتوا بها الريفيو دو بريس، ونعطيكم حاله الطقس تو سويت، ومش نعطيكم ايضا البوان شو اللي اخترتها لنا نزيه راس اللي مش نحكيو فيها اليوم، بالاضافه الى كافه الاحداث اللي تدور في بلادنا ريمت هذه. لكن هات قبل هذا كل نمشي نتعرفوا على طقسنا اليوم. باهي نمشي ونشوف الطقس، مش مشكل يعني ما غير حتى ولا متأخرة خير من المفهمش، يعني كما الأمطار ما فماش حتى إشكالية. اليوم الحرارة تتراوح ما بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات الغربية، وبين 35 و 38 درجة ببقية المناطق. السحب تكون عابرة وأحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية، الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، فضعيفة إلى معتدلة. البحر باش يكون متموج قليل الاضطراب، ملائم للسباحة تقريبا. طقس مازال اليوم صيفي، اليوم مقارنة بالأيامات اللي فاتوا اليوم طقس صيفي في انتظار التقلبات الجوية اللي كان نحكي عليها ضيفنا البارحة الأستاذ عامر بحبه. إن شاء الله يا ربي ننتظروا أمطار الخير والبركة. احنا مازلنا متواصلين معاكم، مش نمشي وبعد شوية نرجعوكم نعطيكم قراءة في أهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم كالعادة. الصباح، الشروق، المغرب والصحافة، المغرب والصحافة حاضرين معنا اليوم بعناوينهم بتاع الاكتواليتي، كل ما يخص الانتخابات الرئاسية والوقفات الاحتجاجية. اليوم مش نحكيو على الصحفيين، اليوم مش نحكيو أيضا على النجاحات الطبية مشعة بأيادي تونسية، هذا كل مش تلقاوه العناوين نعطيوها لكم بعد شوية في الريفيو بريس.